شعارات لم تحمل في طياتها جديد، ولم تعكس سوى إصرار الميليشيا على ترسيخ مبدأ العنف وجر البلاد إلى مزيد منه بحث أتباعها للجهاد حسب ما تروج للموت. هنا شوارع العاصمة صنعاء امتلأت بلافتات وعبارات منسوبة لزعيم الميليشيا تحث على الذهاب لجبهات القتال. هذا هو مجال صناعة الموت الذي لم تتقن يوما سواه، وها هي الجماعة تواصل حشد وتعبئة أنصارها. بهذه الطريقة يتعامل الحوثي وصالح مع أتباعهم باعتبارهم وقودا للمعارك المؤدية لوهم السلطة مقابل وعود بالجنة المزعومة التي نصبوا أنفسهم أوصياء عليها.